مسكت المسدس وطخت نفسها والقلبي عليها مسكينة. رجال آخر زمن. مسعود قوكن يا العذارة. قويت قويت يا مسعود. والله وجاء اليوم نشوف مسعود يتمشى في المضارب. كل هذا بفضل المغفر. وي 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 هذا بخيطان ساقين المغفر. وش يكون مسوي؟ ما دريت. أقول نسير لأبوي ونعلمه. يلا ولا خاطر ولا هجم ولا خاطر. يدق عمي يدق. من أجمل البواريد اللي مرت علي. مقدمة. خلاص معك رخصة؟ رخصة؟ وش يعني رخصة يا عمي؟ معك رخصة؟ رخصة يا عمي يا لك لك سيادة الضابط. أنا شو عمي وما عمي؟ يا سيادة الضابط ما بقوا بالقبيلة رخص عنا. حطوه جوا. وين جوا يا حطوه جوا ولا جوا ولا ولا على قلك تعال. وش جوا يا عمي؟ يا سيادة الضابط فروت عناصر تروحوا على القبيلة كل واحد معه سلاح بلا رخصة بتجيبوه بتدكوه قدام هذا السنجاب. أوام لشوف. تحرك تحرك. حاضر سيدي. يا عمي يا يا سيادة الضابط الحلال ما يترك سليطة. اخرس امشي حرك قدامي لشوف. يلا حرك معك تحرك. ليه أخذينا ليه أخذينا؟ ما دخلك روح من هون. أقول ليه بس ليه؟ ولكن ألع من هون لأنه ما كنتوا تفهموا أن السلاح ممنوع. خلف خبر الزعيم بالسالفة يا خلف. تاخذوني معه بخبرك. حرك أقول لك أنا عندي سلاح وظل كل يوم بسلاح.